معانا عبر الزوم من نيويورك احمد محارم الكاتب والباحث السياسي، اهلا بحضرتك معانا في مصر جديده. ويعني ماذا يحدث في امريكا؟ نعم، الذي يحدث في أمريكا هو تعبير عن حالة غضب. الشباب بيمثلوا 40% من المجتمع الأمريكي، وأيضا 40% من جملة الناخبين، وبالتالي عين المرشحين الرئاسيين الأسبق ترامب والحالي بايدن أنه يخاطب الشباب. نجح زمان في حملته الانتخابية الرئيس الأسبق اللي كان أول رئيس أمريكي أسود في تاريخ أمريكا، وكان شعاره يس وي كان دو ات، وكان بيخاطب الشباب. اوباما نجح لانه كان بيخاطب الشباب، وكانت اول مره رئيس في حملته الانتخابيه يجتذب الشباب. اللي حاصل في الحرب اللي استمرت 7 شهور على قطاع غزه، حرب غير مبرره، وضعت امريكا والاداره الامريكيه في حرج امام شعبها وامام العالم. مظاهرات الشباب في امريكا بتذكرنا بايام حرب فيتنام في السبعينات، يعني من 54 سنه. الشعب الامريكي برضه بدات المظاهرات، انطلقت من الجامعات رافضه للحرب اللي بتقوم بها امريكا على شعب فيتنام اللي اختفى فيها مليون من الاشخاص الفيتناميين، وقتل ربع مليون، وقتل واصيب 58 59 الف عسكري امريكي. وكانت صبه في جبين المجتمع الامريكي الحرب الفيتناميه، واتعملت فيها افلام وروايات. النهارده اللي حاصل، رغم ان الحرب استمرت 7 شهور، طول عمرنا عارفين ان الشعب الامريكي اجمالا والشباب على وجه التحديد مش مهتمين بالسياسه، لكن هناك تحول دراماتيكي حصل ان السوشيال ميديا والصور التي بتنقلها القنوات الفضائيه المعتدله جعلت ان الشباب الامريكي اطلع على حقائق لم تعرفه، يعني تقدري تقولي لم تتاح الفرصه للاعلام الامريكي ولا للمسؤولين الامريكيين ان يغطوا مدى قدرة هذا الشباب على الاهتمام بالوضع الحالي. التداعيات طبعا ان واضح جدا ان في ضغط صهيوني قوي جدا من خلال اللوبي اللي موجود في الداخل الامريكي. لما تكون 6 7 زيارات مكوكية لوزير الخارجية لاسرائيل، لما يكون بداية الحرب والعمليات 7 اكتوبر بعدها بكم يوم الرئيس الامريكي بنفسه راح وقال انا بدعم اسرائيل، لما تتحرك اكبر 2 حاملات طائرات امريكيه، كل ده دعم لوجستي وعسكري ومادي كمان، 95 مليار دولار وافق عليها الكونجرس الامريكي، منها 26 مليار دولار مساعدات ماديه وعسكريه لاسرائيل. الطلاب طبعا وجهه نظرهم ايه؟ ان الاعلام الامريكي بيدغدغ مشاعر الناس وبيتكلم في كلام بيقول نحن مع فلسطين، نحن ضد اسرائيل، لكن ما حدش بيتكلم في وقف اطلاق النار. مع اسرائيل ولا مع فلسطين، مش هو ده الكلام اللي هيبرر ان الاداره الامريكيه يبقى عندها قرار مش قادره للامم المتحده، انطونيو غوتيريس وبيرفعوا شعار معاداه الساميه كسلاح بيصوبوه في وجه من يريد ان يعبر عن رايه فيما يحدث من مشاهد واضحه للجميع من قتل واباده جماعيه. للاسف الشديد انطونيو غوتيريس الامين العام في تصريح له في بدايه العمليات من 7 اكتوبر وطالع قال يجب على إسرائيل أن تسأل نفسها ما الذي دفع بقيادة حماس أن تفعل ما فعلته في 7 أكتوبر، لأن أنتوا خانقينهم برا وبحرا وجوا وهم بيدافعوا عن أرضهم المحتلة. هل ممكن يبقى في بديل ثالث بدل يعني ما يكون بس الاختيار ما بين 2 ترامب وبايدن في الانتخابات الأمريكية القادمة؟ أعتقد كان يؤمل ذلك، ولكن الوقت متأخر لأن كلا الحزبين عندهم يعني نوع من التحديات بتواجههم. الرئيس الأسبق ترامب عنده استعداد يرجع لينتقم، ينتقم من مين بقى هو السؤال ده، وعنده 75 مليون من المتابعين والمعجبين بيه. للأسف الشديد كمان ضعف أداء بايدن في الفترة اللي فاتت وحرب إسرائيل على غزة جعلت جزء من الديمقراطيين غير مقتنعين بأداء حزبهم وبأداء الرئيس، فبالتالي هيتحولوا ويكونوا في الجانب الآخر الجمهوري، ليس حبا في سياسة ترامب ولا فيه شخصيا، ولكن كرها في سياسة الرئيس الحالي بايدن. أشكرك أستاذ أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الزوم من نيويورك.